مرحبا 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 بكم يا أطفال في هذه الحصة الخاصة. فرحانين اللي راكم هنا. مرحبا بكم مرحبا بكم. إذن عمو يزيد يرحب بكم، وانتم كذلك يا أطفال لكم تشاهدوا فينا عمو يزيد يرحب بكم. وكما هاد الأطفال اللي راهم معنا هنا اليوم شاركوا عبر الانترنت باش حضروا معنا وكلمناهم بالهاتف. انتم تاني يا أطفال ممكنكم المشاركة في الحضور في هذه الحصة الجميلة بهذه الطريقة هذه. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. راكم فرحانين لكم لهنا؟ إذا مرحبا بكم مرحبا بكم. واسمك وليدي؟ رؤوف. واسمك؟ رؤوف. رؤوف، وين تسكن رؤوف؟ في بجاية. في جيتوا من بجاية؟ الله يبارك. أختي هذه أختك؟ واسمك بنتي؟ مينا. مينا؟ واسمها مينا؟ شحال في عمرك؟ 4 سنين. شحال؟ 4 سنين. 4 سنين، وأنت؟ 7 سنين. 7 سنين، الله يبارك الله يبارك. مرحبا بكم مرحبا بكم. وانت بنتي واسمك؟ أسيل. أسيل، وين تسكن يا أسيل؟ أم البواقي. أم البواقي، جيت أم البواقي؟ نعم. الله يبارك. ما من جيتي ورا؟ جيتي مع أخي ولا ما من؟ ورا مع ولد عمي وأبي. أوه وهنا. واسمك ولدي؟ نصر الله. نصر الله، تسكن في أم البواقي. شحال في عمرك؟ 11. 11 سنة، الله يبارك الله يبارك الله يبارك. مرحبا بكم مرحبا بكم يا أطفال عند عمو يزيد في هذه الحصة الخاصة بعيد الأضحى. كما عودناكم تحبوا الألغاز. إذا في كل مرة نطرحوا عليكم لغز. اليوم لغز اليوم يقول: رجله من حطب ورأسه من ذهب، يا ترى ما هو؟ نعود اللغز: رجله من حطب ورأسه من ذهب، يا ترى ما هو؟ إذا فكروا إلى غاية نهاية الحصة أنتما وأصدقائنا اللي يشوفوا فينا عبر التلفزيون بهذه الطريقة. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل. 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. إذن يا أطفال في انتظار الجواب تاع اللغز نتاعكم رايحين، بما أننا في هذه المناسبة السعيدة اللي هي عيد الأضحى المبارك، كما راكم تشوفوا حضرنا لكم سنيوة وكامل، ومن بعد عندني مفاجأة مفاجأة لكم. رايحين كامل نديو لكم الحنة. تحبوا الحنة؟ إذا كامل نديو لكم الحنة. رايحين نكتشفوا بما أن عيد الأضحى المبارك هو نسبة لسيدنا إسماعيل ذبيح الله عليه السلام. اليوم كنا في عيد الأضحى اللي مضى كنا تعرفنا عن شخصية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام. اليوم راح نتعرفوا عن هاجر أم سيدنا إسماعيل عليه السلام مع ميليسا. إذن تفضلي ميليسا، تفضلي. إذن تفيقة على ميليسا. تفيقة، تفضلي ميليسا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اليوم سنتعرف على هذه الشخصية. إنها هاجر أم إسماعيل وزوجة سيدنا إبراهيم خليل الله رضي الله عنها. عرفت في التاريخ بأم العرب العدنانيين. وهبها ملك مصر إلى السيدة سارة زوج إبراهيم الأول عندما هاجر إلى مصر. ولما أدركت سارة أنها كبرت في السن ولم تنجب، وهبت هاجر لزوجها ليتزوجها. عسى الله أن يرزقه منها الولد. وتزوج إبراهيم عليه السلام السيدة هاجر، وبدت عليها علامات الحمل. ثم وضعت إسماعيل عليه السلام، ووجدت الغيرة طريقها إلى قلب السيدة سارة. أحست كأنها فقدت المكانة التي كانت لها في قلب زوجها من قبل،
فطلبت منه أن يأخذ سيدة هاجر بعيدا عنها، فأخذها سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى صحراء مكة بأمر من الله ولحكمة يريدها عز وجل. تركها زوجها هي ووليدها، ثم مضى في طريق عودته وترك لهما تمرا وماء. نفذ الماء والزاد، والأم لا تجد ما تروي به ظمأ طفلها، وقد جف لبنها فلا تجد ما ترضعه، فيتلوى الطفل جوعا وعطشا، وتسرع الأم وتصعد على جبل الصفا علها ترى أحدا ينقذها هي وطفلها من الهلاك، أو تجد بعض الطعام أو الشراب، لكن دون جدوى، فتنزل مسرعة وتصعد جبل المروة، وتفعل ذلك 7 مرات حتى تمكن منها التعب، وكاد اليأس أن يسيطر عليها، فيبعث الله جبريل عليه السلام فيضرب الأرض بجناحه، لتخرج عين ماء بجانب الصغير، فتهرول الأم نحوها، وقلبها ينطلق بحمد الله على نعمته، وجعلت تغرف من مائها، وتحاول جاهدة إنقاذ فلذة كبدها، وتقول لعين الماء: زمي زمي، فسميت هذه العين زمزم. ومرت الأيام بطيئة ثقيلة، حتى نزل على هاجر وابنها إسماعيل بعض أناس من قبيلة جرهم، وأرادوا البقاء في هذا المكان لما رأوا عندها الماء، فسمحت لهم بالسكن بجانبها ومشاركتها في الشراب الماء زمزم، واستأنست بهم، وشب الطفل رضيع بينهم، وتعلم اللغة العربية منهم، ولما كبر تزوج امرأة منهم. هذه هي هاجر، أم الذبيح وأم العرب العدنانيين، رحلت عنا بعدما تركت لنا مثالا رائعا للزوجة المطيعة والأم الحانية والمؤمنة القوية، فقد أخلصت النية لله تعالى. فراعها في وحشتها، وأمنها في غيبة زوجها، ورزقها وطفلها من حيث لا تحتسب. قد جعل الله سبحانه ما فعلته السيدة هاجر رضي الله عنها من السعي بين الصفا والمروة من أعمال الحج. توفيت ودفنها إسماعيل عليه السلام بجانب بيت الله الحرام. شكرا 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 تصفيق على ميليسا. شكرا شكرا ميليسا، يعطيك صحة يعطيك صحة بنتي. شكرا شكرا شكرا. إذن يا أطفال، عيد الأضحى المبارك نسبة لسيدنا إسماعيل عليه السلام. واش نديرو في العيد؟ شكون اللي يقدر يقول لي واش نديرو في العيد؟ واش ديري في العيد بنتي؟ واش نديرو؟ واسمك؟ وسام. واسمك؟ وسام. الله يبارك. شحال في عمرك؟ 2. وين تسكني؟ في كاليتوس. في الكاليتوس. واش نديرو في العيد؟ شو حوايج جدد؟ واش نديرو في العيد؟ ما على بالكش؟ شكون على بالو واش نديرو في العيد؟ واسمك بنتي؟ نوها. نوها، شحال في عمرك نوها؟ 10 سنوات. 10 سنوات، واش نديرو في العيد بنتي؟ نصلوا صلاة العيد. إيه؟ نشتري ثيابا جديدة. إيه؟ ونذبحوا أضحية العيد. إيه؟ واش نديرو تاني؟ شكون اللي يعرف؟ أنا. شكون اللي يعرف؟ واسمك بنتي؟ مروة. مروة؟ الله يبارك. شحال في عمرك؟ 10 سنوات. 10 سنوات. واش نديرو في العيد تاني؟ نشتري ملابس جديدة. ايه؟ و نشتري كبشن. ايه؟ ونذهب إلى المسجد. لنصلي صلاة العيد. برافو برافو. واسمك بنتي؟ سارة. شحال في عمرك سارة؟ 11 سنة؟ نعم. الله يبارك الله يبارك. واش نديرو تاني في العيد؟ نطيبو الحلويات. طيبو الحلويات؟ واش نديرو تاني في العيد؟ كاين حاجة ينحوس عليها، حاجة مهمة. نغفرو. نغفرو، نغفرو للناس المغفرة. زكي. واش نديرو؟ نتصدق للفقراء. الصدقة. ينحوس على حاجة مهمة. واش نديرو في العيد؟ واسمك؟ نزورو ليليا. واش نديرو؟ نزورهم. نزورو الأقارب. برافو، هذه اللي كنت نحوس عليها. تصفيق عليها تصفيق عليها تصفيق عليها. إذا نزورو الأقارب.
علاش؟ كيفاش نسموا هذه زيارة الأقارب وكامل؟ واسمها؟ واسمها؟ تعالي تعالي بنتي أروحي أروحي. واسمك؟ مهدية. مهدية. وش واسمها؟ صلة الرحم. صلة الرحم، برافو بنتي، برافو. صلة الرحم. إذن عمو يزيد دلكم أغنية نقول فيها ربي وخير الأنام أوصى بصلة الأرحام. راح نغنوا كامل صلة الأرحام ونرحبوا بنور الهدى وياسمين اللي رايحين يجوا لهنا يديروا لكم الحنة في هذا يوم العيد. تحبوا الحنة؟ إذن تفضلوا نور الهدى وياسمين، مرحبا بكم مرحبا بكم. وإحنا نغنوا لكم يا أطفال ربي وخير الأنام أوصى بصلة الأرحام. ربي وخير الأنام وصى بصلة الأرحام، سأوصلها لا تقطعها، هذا الأمر والله حرام. يا أبنائي يا أحبابي لا تنسوا نصحي يوما، أنا أوصيكم يا أحبابي صلوا الأرحام دوما. يا أبنائي يا أحبابي لا تنسوا نصحي يوما، أنا أوصيكم يا أحبابي صلوا الأرحام دوما. ربي وخير عليهم باب، هذا العيد ها قد جاء، يا أبنائي يا أحباب فأقاربنا هنا وهناك، يلا ندق عليهم باب. ربي وخير الأنام وصى بصلة الأرحام، فأوصلها لا تقطعها، هذا الأمر والحرام. عمي مريض هيا نمضي، نسب من بعده أجرا، ونواسيه ونسليه علّه ينساه ضرا. عمي مريض هيا نمضي، نكسب من بعده أجرا، ونواسيه ونسليه علّه ينساه ضرا. ربي وخير الأنام وصى بصلة الأرحام، فأوصلها لا تقطعها، هذا الأمر والحرام. ليس عندي فرق بين عمي خالي في الأرحام، أنا مسرور بزيارتهم مرة مرة في الأيام. ليس عندي فرق بين عمي خالي في الأرحام، أنا مسرور بزيارتهم مرة مرة في الأيام. ربي وخير الأنام وصى بصلة الأرحام، فأوصلها لا برافو 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 برافو، التحقوا بالأماكن تاعكم.
درتوا كامل الحنة؟ نعم. عجبكم الحال؟ نعم. إذن يا أطفال، زيارة الأقارب وزيارة هي صلة الأرحام مهمة جدا جدا. حتى جارك تسمع بلي راه مريض لازم تروح تزوره، حتى وخاصة خاصة المرضى والكبار في السن، الجد والجدة وكامل. تعطوا لي وعد بلي تروحوا تزوروهم يا أخي. الله يبارك. إذن شكرا نور الهدى، شكرا ياسمين، درتوا كامل الحنة، يعطيكم الصحة. طفي هذوك الشمع، عيدكم مبارك، عيد مبارك لكامل الأمة الجزائرية والأمة الإسلامية عامة. إن شاء الله يدخل عليكم بالصحة والهنا، وتكونوا دائما دائما منورين كما راكم منورين. تصفيق على نور الهدى وياسمين. تحبوا ألعاب الخفة؟ نعم. إذا كامل نروحوا ونسقوا لعمو نور الدين اللي جانا من مدينة تيارت. تفضل عمو نور الدين. برافو 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 برافو. شكرا شكرا عمو نور الدين، برافو 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 برافو. اذا تحيه لعمو نور الدين والناس تيارت كامل. يا اطفال راح دروك نحكي لكم حكايه جميله، هي حكايه الفلاح والملك. يلا كمل معايا. كما وعدتكم يا اطفال راح نحكي لكم حكايه الفلاح والملك. واحد النهار كان الفلاح يخدم في الارض، يخدم في الارض، مر عليه الملك هكذا، قعد يشوف فيه من بعيد هكذا، شاف بلي هذاك الفلاح فرحان يخدم في الارض وهو فرحان ويحب الخدمه ديالو كامل. راح عنده الملك هكذا قال له مرحبا، قال له مرحبا جلالة الملك، مرحبا. قال له الارض هذه ديالك؟ قال له لا لا انا خدام برك. قال له خدام؟ قال له كيفاش خدام؟ قالوا خدام برك. قالوا تحب الخدمة ديالي؟ قالوا ما واش هو السر؟ قالوا شحال تخلص بزاف؟ قالوا نخلص 4 دنانير. 4 دنانير؟ قالوا قليلة، دنانير تاع بكري. قالوا قليلة، كيفاش راك تقدر تعيش بها؟ قالوا عطيني السر. قالوا أنا، قالوا دينار واحد للعيش أنا وزوجتي، الدينار الثاني قالوا نخلص به الدين ديالي، الدينار الثالث نسلفه لغيري، والدينار الرابع نصدقوا في سبيل الله. الملك دخل هكذا قال هذا كيفاش باربع دنانير فرحان هكذا وكامل. قال له بصح واش هو السر؟ كيفاش هاد الاربع دنانير كيفاش كنقسمهم هكذا؟ قال له الدينار الاول
نصرف به ونقضي به انا والمراه ديالي انا والزوجه ديالي. الدينار الثاني نرجع به ديني، يعني نعاون به الوالدين توعي، يعني نرجع الدين، يعني والديا اللي عاونوني ورباوني وكامل قالوا جا الوقت اللي باش نتكفل بهم، يعطي لهم دينار. والدينار الثالث قالوا نسلفوا لغيري، قالوا كيفاش نسلفوا لغيري؟ قالوا نعطيه نصرفوا على ولادي باش هما كي يكبروا كذلك يعتنيوا بيا. قالوا والدينار الرابع قالوا في سبيل الله، قالوا كيفاش؟ قالوا نصدقوا ونمدوا لعمي اللي مريض للمريض. سمع هنا وين الملك فهم المغزى من هاد الاربع دنانير هادو. عمو يزيد، عمو يزيد، نستخلص من الحكاية تاع اليوم أنه يجب علينا صلة الرحم، لأن صلة الرحم تقرب بين الناس. برافو 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 بوبي. إذن يا أطفال، صلة الرحم تقرب بين الناس، كما هدرنا مقبلة لازم صلة الأرحام، وخاصة أفراد العائلة والجيران، خاصة كي يكونوا كبار في السن ولا يكونوا مرض، لازم صلة الأرحام. يا أخي يا أطفال يلا عجبتكم الحكاية يا أطفال؟ نعم. برافو برافو. إذن صلة الأرحام كما تفهمنا يا أخي. اليوم راح نبدأ فقرة جديدة، هي فقرة بريد عمو يزيد. دونك الناس اللي يرسلونا عبر موقع الانترنت، انتوما كامل يا أطفال تقدروا تبعتونا بالرسائل نتاعكم عبر موقع الانترنت. كي تدخل عمويزيد.com تضغط على الزرار آراء وملاحظات، ثم تبعتونا رسالة وعمو يزيد راح يقرأها هنا قدام كامل الأطفال. إذن بوبي جبنا البريد، جبنا البريد ديالنا، نشوفوا هاد الأطفال هادو، نقرأوا بعض الرسائل. برافو بوبي، شكرا بوبي، شكرا. إذن عمو يزيد راح يبدأ يقرأ في الرسائل تاعكم. الرسالة الأولى: عاشوري إسلام، 10 سنوات من مدينة المسيلة، يقولنا حصة مفيدة وجيدة، أنا أحب هذه الحصة كثيرا وأشكر عمو يزيد وأقول له شكرا جزيلا. إذن إسلام لا شكر على واجب، وشكرا على هذه الرسالة الجميلة هذه اللي أثرت فينا. الرسالة الثانية، إذن الرسالة الثانية هي ميلينا مدني، 5 سنوات من مدينة الرغاية. أنا أظن بلك بابا وماما هما اللي كتبوا الرسالة، لا 5 سنوات هما، واش رأيكم أنتم؟ لوالديها كتبوها، تقولكم أنا أحبكم وأريد المشاركة. إذن يا ميلينا ما عليك إلا تشتركي عبر موقع الإنترنت وراح نكلمك في أقرب وقت كما أصدقائنا اللي راهم هنا. الرسالة الثالثة تقول: بن ماجة سامي، 9 سنوات من مدينة وهران، وهران الباهية، يقولكم حصة جميلة جدا وأحبكم كامل. واش يقولوا له؟ احنا تاني نحبوك. إذن يا سامي بن ماجة من وهران، احنا تاني نحبوك وإن شاء الله نستضيفوك معنا. الرسالة الرابعة، الرسالة الرابعة، واو، هذه مكاوي ياسمين، 17 سنة من مدينة عين الصفراء من ولاية النعامة، تقولنا نحن نحب كثيرا حصة عمو يزيد الترفيهية، احنا تاني نحبوك ونحبو كامل الناس عين الصفراء ولاية النعامة اللي زرناهم ونحبوهم ويحبونا. الرسالة الخامسة، الرسالة الخامسة من مدينة تيارت، هذا بن حمو حاج أحمد في عمره 35 سنة، هو صديق الحصة، مش غير الأطفال، حتى الناس الكبار يحبوا الحصة وإحنا نحبهم. إذن بن حمو حاج أحمد 35 سنة من تيارت يقول لك الله يبارك حصة في القمة. إذن يا سي الحاج أحمد شكرا، شكرا على هذه الرسالة الجميلة اللي أثرت فينا، وهذه المراسلة تاعكم هي اللي تخلينا دائما نحاولوا باش نكونوا عند حسن ظنكم باش نربيو الجيل تاعنا. شكرا على هذه الرسائل هادو، جميلة جميلة جدا. أنا راح نعاود نعطيهم البوبي يخبيهم لنا نحتفظوا بهم. شكرا شكرا بوبي. إذا راسلونا عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com عبر الزرار آراء وملاحظات. من هذه الفقرة هذه ننتقلوا للفقرة الجميلة اللي نحبها أنا بزاف، هي فقرة النكت، وين أنتم يا أطفال تجوا تحكوا لي النكت الجميلة تاعكم. شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي قدام عمو يزيد هنا؟ تعالي بنتي تعالي أرواحي.
اروحي بنتي قعدي. واسمك؟ نوها. نوها وين تسكني نوها؟ في عين دفله. عين دفله خيار الناس خيار الناس خيار الناس. شحال في عمرك؟ 10 سنوات. 10 سنوات. احكي لنا نكته بنتي. قال لك واحد النهار امريكاني وفرنسي وجزائري شاركوا في مسابقه تاع اختراعات، طاولهم مده شهر. بعد لما انتهت المده راحوا يقدموا الاختراعات. الامريكاني والفرنسي كاع جابوا اختراعات شابين، كي جا دلالته الجزائري جاب كلب ومعزه. وقال لهم مبطى المعزه طالها اللحم وطال الكلب طال الحشيش. الكلب كلا الحشيش والمعزه كلات اللحم. قال لهم هذه المعزه عندها موتور تاع كلب وهذا الكلب عنده موتور تاع معزه. هو واش دار؟ جوعهم لشهر وما لاكلوا كاع واش يطولهم. برافو برافو برافو. تعال تعال ولدي تعال اروح اقعد. واسمك ولدي؟ اسلام. اسلام وين تسكن؟ بومرداس. في بومرداس خيار الناس. شحال في عمرك؟ 10. 10 ايام؟ 10 سنوات. 10 سنوات. احكي لنا النكته تاعك ولدي. كان واحد راجل راح القهوه، قال له بدا دخل القهوه قال له مول القهوه اعطيني قهوه ثقيله وقهوه خفيفه. أم القهوة جاب الميزان ودار شوية دار القهوة، دار قهوة طيب زوج قهوات. بعد دار قهوة قال له هاي خفيفة. بعد زاد له الأخرى قال له هاي ثقيلة بالميزان. برافو برافو برافو. شكون اللي عنده نكتة؟ تعال 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 أروح ولدي. ذكرهم باسمك. رؤوف. رؤوف وين تسكن رؤوف؟ في بجايه. في بجايه. كي تروح تسلمنا عليهم كامل الناس بجايه. يا اخي شحال في عمرك؟ 7 سنوات. 7 سنوات. احكي لي النكته تاعك. ما عرفش واش حبيت تقول. حكايه. احكي لنا اغنيه. غني لنا معليش. مامون بوكو اون دو دير توجور بسم الله باسكو كون تو دي بسم الله دو افيك توا ايمي لا بركه دون تسكو تو في بسم الله بسم الله بسم الله اون اون دالا بسم الله بسم الله In the name of Allah, je me lève tous les matins, j'atteste que je n'ai qu'à, j'ai faim, je me lave les mains, mais avant tout, bismillah, bismillah avant de dormir, bismillah avant de sortir, bismillah avant de s'asseoir, bismillah avant de boire, bismillah avant de chanter, bismillah avant de jouer, bismillah. Bismillah, Bismillah, au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bravo, 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 bravo. شكون اللي عنده نكتة؟ شكون اللي عنده نكتة يجي يحكيها لنا؟ تعالي بنتي تعالي. تعالي. اقعدي بنتي. واسمك؟ مهدية. وين تسكني مهدية؟ في برج البحري. برج البحري، الله يبارك. احكي لنا النكتة تاعك بنتي. قال لك واحد نهار واحد الولد حكوا شعره. راح للطبيب، راح عند الطبيب صاب عنده قملة. الطبيب هذاك جبد القملة هذه قالت له خليني نعيش، خلاه يعيش. ومن بعد زاد طول شوية، زاد راح عند الطبيب صاب الحكة. ومن بعد عاود راح عند الطبيب قال جبد قملة واحدة أخرى. خرجت قال فامي تاعو قالت له اي ماما ماي ماي مي بدات تشطح له. برافو 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 برافو. شكرا 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 يا اطفال. واش بنتي واسمك؟ امينه. وين تسكن يا امينه؟ 4 سنين. في بجايه. الله يبارك. واش حبيتي تقولي لي؟ اغنيه. اغنيه غني بنتي يلا غني. Maman, pourquoi on doit dire toujours Bismillah? Parce que quand tu dis Bismillah, Dieu est avec toi. Par la carte de tout ce que tu fais, Bismillah, 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 au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Je me lève tous les matins, j'ai dit ce que je n'ai pas. J'ai fait, je me lève mes mains, mais avant tout, Bismillah. برافو. هات الاغنيه اللي غناها هذا اخوك هذاك اللي غناها. كنتوا حافظينها في زوج. برافو برافو امينه. برافو 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 برافو. تعال تعال وليدي تعال.
تعال. واسمك؟ نصر الله. نصر الله، وين تكون نصر الله؟ أم البواقي. أم البواقي، خيار الناس، تحية لكامل الشوية وكامل الناس أم البواقي. شحال في عمرك وليدي؟ 11 يوم؟ 11 شحال؟ 11 سنة. 11 شهر؟ سنة. 11 سنة، احكي لي وليدي. ما لقيك واحد عنده شعره كبير ومغفل. راه عند الحفاف قال له حفلي، كي حفوا له كمل قال له ما عنديش صوار، قال له تقعد تما حتى تطوف. عطينا ذلك شهر. برافو 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 برافو. إذا يا أطفال درك الحقنا الفقرة الجواب عن اللغز. إذا فقرة الجواب عن اللغز. اللغز قال: رجله من حطب ورأسه من ذهب، يا ترى ما هو؟ ما هو؟ تعالي بنتي، تعالي تعالي. واسمك؟ مهدية. وش هو الجواب مهدية؟ كرسي. مشي الكرسي، تفضلي، تعالي تعالي. فكرته كامل؟ تعالي بنتي. واسمك؟ مروة. مروة، وش هو الجواب؟ القمح. القمح، برافو برافو. رجله من حطب ورأسه من ذهب، هو القمح. القمح، فوالا. رجله حطب ورأسه، قعدي معايا بنتي، أرواحي، أعطيه الهدية تاعها. فوالا. وين تسكني مروة؟ في رويبة. تسكني في رويبة؟ الله يبارك. إذا عمو يزيد يهدي لك هاد الهدية، شوب جميل باش تشربي فيه الحليب، ويهدي لك عمو يزيد. عبالك عمو يزيد خلال هاد السنتين تحصة مع عمو يزيد أصدرنا ثلاث سيديهات، ثلاث سيديهات فيهم أغاني الأطفال. الأول كان من حق الطفولة، الثاني معلمي، والثالث مبروك النجاح عليكم. إذا إن شاء الله تستفادي فيهم، فيهم غير أغاني تاع الأطفال. تفضلي بنتي، لا شكر على واجب، بالتوفيق بنتي، بالتوفيق بالتوفيق. والآن يا أطفال، أنتم تاني يا أطفال اللي جاوبتوا عبر الانترنت، عمو يزيد راح يشوف الاجوبه نتاعكم وراح تلقاو هديه. الاول اللي يجاوب دائما الاول الاسرع يا اخي. اذا ككل مره عندنا عيد ميلاد، وعيد ميلاد هذا هو الطفل اللي يجمع خمس قسيمات من علب حليب رامي ويبعثهم لنا في ظرف الى العنوان صندوق بريد 42 الف استوالي العاصمه. اليوم معنا عبد الحق 12 سنه، تعال وليدي تعال. إذن عيد ميلاده، أصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاطو نتاعو وحنا نغنوا له عيد ميلادك أحلى عيد. تعال عبد الحق تعال، أروح وليدي أروح، حنا تغنوا كامل معايا. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي يكتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك وقلت عيد ميلاد سعيد. من تربيتك نتمنى صحة وسعادة وهنا، شمه يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، شمه يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أحلى الأوقات، نزهن نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك أنت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك أنت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعوا له واصحابه يبركوا له،
أجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو أجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل برافو 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 إذن عبد الحق ديروا معي العد التنازلي 12 11 10 9 8 7 6 5 برافو اي طفي لنا الشمع عبد الحق طفي زيد 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 برافو 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 اعطيني الشهاده تاعو اذا يا اطفال على بالكم باللي عمو يزيد يحبكم هذه شهاده انجاح تصوير حصه عمو يزيد كامل كي تخرجوا تسيبوهم يستناو فيكم كل واحد ياخذ شهاده ذكرى باش يعلقها في الدار باللي شارك في الحصه هذه الشراكه هذه الشهاده تاع عبد الحق تفضل عبد الحق وبما انك جمعت خمس قسيمات من علب حليب رامي اليوم رايح راعي الحصه رامي يهدي لك هديه تتمثل في دراجه هاي لك هنا الدراجه ان شاء الله تستفاد بهذه الهديه هذه وانتم ما عليكم الا ترسلونا بخمس قسيمات من علب حليب رامي على العنوان اللي قلت لكم عليه صندوق بريد 42 الف ستولي العاصمه ومرحبا بكم للاحتفال باعياد ميلادكم واليوم ما بقى لي الا نقول لكم ابقوا على خير استنونا في الاسبوع المقبل نفس التوقيت نفس القناه نحبكم يا اطفال لا تحزنوا حان الوداع يا اصدقاء كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد